بيوم غسيل الشفي على المباريات بيوم غسيل الانتقاد لن ينسى في الموسم الماضي بأن خمس نقاط أضاعها أمام العنيد فارس خسارة كانت في كومبس بثلاث أهداف في المقابل هدفين وتعادل كان هنا في أليانز أرينا وبدون أهداف نعم عليك أن تتذكر ذلك يا توتشر عليكم الاستعداد في الليلة لن تكون سهلة في مباراة اليوم أمام ماينز وأمام النادي الأمريكي كرة وصلت إلى توماس مولر تمريرة راح نشوف غياب روبن وليبيرين هل يؤثر كثيرا على مستوى أداء النادي الأمريكي في أليانز أرينا في هذا المساء كرة موجودة صادرة من قبل حكم المباراة الذي بالمناسبة زي ماركوس شبيلت صاحب 39 عام عندما هنا روبن غير وبالقرب منه هوريس وبالقرب منه روبن ورجالات النادي البافاري وكورة الله البايرن يبحث عن رد الدين البايرن هذا الموسم بمبدعين زعامة في حضرة المانيا زعامة حتى النهاية جماهير أليانز أرينا لم تنتظر كثيرا لمسة وصلت فرحة